جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم أبو حامد يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ هذا والله أعلم كما قال الإمام ابن القيم وشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضلهما أتقاهما لربه. أفضلهما أتقاهما لربه، قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.